مرحبا، أهلا فيكم في قناة رول. في هذا الفيديو بدنا نحكي عن موضوع جدا مهم في عالم الفوتوشوب، وموضوع كتير انسألت عنه، اللي هو إذا كان عندك أكثر من صورة أو مجموعة صور، 1000 صورة، 100 صورة، 500 صورة، اللي هو وعندي لوجو معين لإلي خاص فيي في قناتي على اليوتيوب أو في شركتي أو المهم إنه أنت بدك تضيف لوجو معين على مجموعة الصور هاي. طبعا مش معقول اني انا افتح 1000 صورة واصير اسنتر في اللوجو انه يجي في المكان اللي انا بدي اياه او في الموضوع اللي انا بدي اياه او في المكان اللي انا حددته. طبعا هذا راح ياخذ وقت كتير ومش حيكون شغل دقيق ابدا. احنا هون في هذا الفيديو راح نحكي كيف الطريقة بكبسة زر. طيب خلينا نشوف كيف مع بعض. بداية بختار اي صورة من الصور اللي أنا بدي أشتغل عليها، علشان لازم في البداية أنت تعمل شغلك على صورة واحدة بعدين بينتقل على المجموعة الثانية. طيب بداية بنروح على الويندو، هون نختار إشي اسمه هون في عنا في الويندو اللي هو الأكشن أكشن أكشنز أكشنز، هيا فوق تاني واحدة بيجي. تمام اخترناها. بعد ما نختارها بدنا هلا شو مبدا الاكشنز. مبدا الاكشنز انه هو بيسيف لك اي شغل انت بتقوم فيه على الفوتوشوب او اي حركه انت بتعملها على البرنامج. طيب نشوف كيف بدنا نعمل ريكورد للموضوع. زي ما انتم شايفين هون قدامنا بنروح على كرييت نيو اكشن. تمام نختارها، بنسميها اي اسم انت حابه في عملك. احنا هون بنسميها يرغول. طبعا سيت هون ممكن تخليها زي ما هي ديفولت اكشنز. هاي هون على اذا انت بدك حابب تعملها يعني زي شورت كات في اختصار من الكيبورد. احنا هون في الدرس مش ضروري، بس انت ممكن انت تعملها هون F5 F4 حسب ما انت اللي بيناسبك. كلر اذا انت بدك كان عندك اكثر من اكشن وبدك تميز كل واحدة في لون، فممكن احنا هلا هون نختار اللون الاحمر. تمام نعطيه هلا ريكورد. هلا بدا هو يسجل اي خطوه احنا راح نعملها، اي كبسه زر احنا راح نعملها هو حيسيبها. طيب بنروح على نختار من اوبن فايل او من ويندو. احنا هون مجهز اللوجو اللي بدي اياه، بنختار اللوجو اللي احنا بدنا اياه. تمام ايوه نعمل ناخده زي كوبي بيست عشان على الشرح من هون. اي رحت على ايديت اخذته كوبي. تمام بعدين برجع على الصوره تاعتنا زي ما انتم شايفين هون، بعطيه بيست من ايديت. تمام بيست. تمام هلا بصير على هاي الصوره بختار وين الموقع اللي انا بيناسبني عشان يجي على كل الصور. مثلا احنا بدنا اياه فوق تحت، خلينا نختاره هون بالشكل هذاك. تمام زي ما انتم شايفين هاي الصوره كامله بالحجم هذا. هلا بعد ما احنا خلصنا والخطوات وكل شيء تمام وكل شيء تاكدنا منه انه احنا اللوجو بده يجي بهذا المكان وفي هذا الموضع وبهاي الأبعاد كلها، بنروح على هون نرجع على الأكشنز، بنروح على ستوب. خلص احنا هلا بدنا نوقف الشغل اللي احنا عملناه، وقفنا. تمام احنا هلا بدنا نوقف الأكشنز او الخطوات اللي احنا قمنا فيها، بنعطي ستوب بلاينج. هلا اهم خطوة بروح على فايل. تمام في اشي اسمه عندي هون سكريبتس، بروح على ايمج بروسر. بس اهم نقطة في الموضوع كله انه مجموعة الصور اللي عندك هاي لازم تحطها او تجمعها تكون بفولدر واحد. كل الصور انت بدك اياها تتجمع بفولدر وتسميه اللي بدك اياه، لانه هو مش راح ياخدها صورة وصورة، هو بتعامل مع فولدرات. تمام بروح هون بحكي لي select the images to process، بختار الفولدر اللي انا بدي الصور يجي اللوجو عليهم. بروح هون طبعا انا مجهزه من البداية،
الفولدر، بختاره، بس بختاره بعطيه اوبن اوبن. هلا هو شاف شاف الصور كاملة، هلا هو شاف الصور واخذهم بالفولدر اللي انا مسميه بي. تمام، هلا هون بحكي لي select location to save the first، يعني انت وين بدك اسيف لك اياهم او احفظ لك اياهم، بتختار المكان اللي بدك اياه. برضو انا بدي اسميه اي شيء، يعني ممكن اسميه نيو. تمام اوكي اوبن سميناه. هلا هون طبعا الفايل تايب، ان انت ايش حاب تسيف الصور تاعونك، ممكن تحكي جيبك، ممكن سيف از بي اس دي، تيف فايل، حسب اللي بناسبك. فانا مختار هون اللي هو جيبك، وبفضل دائما الكواليتي انها تكون 12 او رقم 12. طيب هلا هون هي اخر خطوه وهي اهم خطوه، بروح هون بحكي لي run action، بخليها زي ما هي. هون بدنا نختار اللي هي الاكشن تاعتنا اللي عملناها على الصوره من شوي، اللي هي اسمها كان ايش؟ يرغل. بس بالخطوه هاي هلا برجع بشيك، بتاكد انه كل شيء عندي تمام، اخترت الفولدر بدي اياه، بعطيه run. هون بضغط run، نشوف شو بده يصير. هلا هو بلش شغل. طيب هلا خلينا مع بعض انه نروح نشوف شغلنا شو صار فيه، او الصور شو كيف. اوكي نيو، هو عمل فولدر سماه جيبك، شوفوا مع بعض. ها هاي اللوجو، الصورة هاي، الصورة هاي، هاي الصورة هاي، الصورة هاي، الصورة هاي، وكله تمام. اوكي هذا كان درسنا بهذا الفيديو اللي كتير انسألت عنه، انه انا عندي مجموعة صور كيف بدي اضيف عليها اللوجو تاعي على المجموعة هاي. طبعا اذا انت حسيت حالك استفدت من الفيديو واستمتعت في الفيديو وحليت مشكلة كانت بتواجهك، يا ريت تشترك في القناة وتدعمنا بلايك، وشكرا لك على المتابعة.